الاتحاد المغربي للشغل. الوقفه الاحتجاجيه كما كتعرفوا جات في اليوم الثاني من الاضراب الذي قرره التنسيق الخماسي 13 و14، وسياتي بعده ثلاث ايام 26 27 28 مارس لنؤكد نحن كنقابات استعدادنا لممارسة فعل نضالي حقيقي يجسد على الواقع، ومستعدون للتصعيد إذا لم تتحمل الدولة والحكومة والوزارة التي تشرف على القطاع، وزارة التربية الوطنية، إذا لم تتحمل مسؤوليتها. أشكر إخوة على الشعارات التي رفعوها في هذه الوقفة الاحتجاجية، والتي تعبر هذه الشعارات نعتبرها تعبر بصدق عن ضمير الجماهير الشعبية، عن ضمير الشعب المغربي، لتؤكد بأننا نقابة مواطنة. لساننا، لسان حالنا، هو لسان الجماهير الشعبية ونساء ورجال التعليم في المغرب. لنؤكد للدولة المغربية أن لا مجال للمزايدة في هذه النقطة بالذات، نقطة المواطنة. عبر التاريخ النضالي للشعب المغربي يتأكد بأن الجماهير الشعبية في تعبيراتها النضالية كانت أصدق من المسؤولين على هذه الدولة منذ الاستقلال، وتعبيراتنا فعلا وقفت عليها الدولة، وقف عليها المسؤولون الذين كانوا يتهموننا فيما سبق بأننا ضد هذا الوضع. هذه التهمة الجاهزة كانت هي السلاح الذي تحاول الدولة من خلاله تشكيل وعي مجتمعي معادي لطلباتنا. طبعا لم تفلح في ذلك، ونحن مستعدون من خلال نضالاتنا ومن خلال هذه الوقفة الاحتجاجية للتعبير عن موقفنا، وللترافع عن قضايانا التعليمية. حنا فضلنا أنه في يوم الإضراب، ما يكونش فقط يوم نخصو يعني البقاء في المنازل ديالنا، وإنما نجسدوه بوقفة احتجاجية. وقفة احتجاجية نعبر فيها على مطالبنا، وأيضا نرافع بكل صدق عن قضايانا التعليمية التي تمس جميع فئات الشغيلة التعليمية. كما كتعرفوا هاد الإضراب الوطني في قطاع التعليم، وأيضا هاد الوقفة الاحتجاجات في السياق العام اللي كيعرفوا المغرب، ابتداء من الحراك المجتمعي اللي عرفوا المجتمع المغربي، واللي كان نتيجة خيارات ديال الدولة هي التي دفعتنا إلى أن نقوم بهذه الاحتجاجات من خلال خياراتها التي دائما ما كانت في صفوف أو في رفوف العلبة السوداء الدولة، ولكن جاءت الفرصة مع مجيء هذه الحكومة الرجعية، جاءت الفرصة لكي تخرجها. وجدت هذه الحكومة الرجعية وجدتها مستعدة للتواجه مع الجماهير الشعبية مباشرة بخطابها الرجعي. صندوق التقاعد الذي تم الإجهاز عليه، صندوق المقاصة، ملف ديال التعاقد، هذه كلها ملفات حساسة لم تكن تجرؤ أي حكومة قبل هذه الحكومة لطرحها على الساحة. فقط هذه الحكومة التي يعني المشؤومة هي التي تجرأت على فعل ذلك. إذن نحن لسنا من هواة الاحتجاجات، ولسنا من هواة الإضرابات، وإنما نحن مدفوعين للتعبير عن موقفنا من كل ما يجري، وخصوصا في الساحة التعليمية. ثم تعرفوا بأن الساحة التعليمية وقطاع التعليم هو حقل ديال هذا الصراع. أي دولة كتبغي تصفي حساباتها اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا الا وقطاع التعليم كيكون هو الساحه ديال المعركه. الى حسمت الصراع ديالها في قطاع التعليم كتكسب جميع الصراعات. وبالتالي كنعتبروا القطاعات الاجتماعيه بالمغرب ولحمايه الحقوق والمكتسبات
التي حققته نضالاتنا عبر التاريخ. طبعا هذه الاحتجاجات والتصاعد